وقال محمد أبو سنين إن الآليات تجاوزت 12 نقطة، ويجب أن يقدر منها بشكل أساسي انتخاب سلطة تنفيذية لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الجميع. ما يهمنا حقيقة في هذه الآليات، احنا فريقي الحوار تناقشنا في هذه الآليات ووضعناها موضع البحث، فوجدنا أن يعني ما ينبغي أن يقر من هذه الآليات انتخاب السلطة التنفيذية سواء كانت في الرئاسي الرئيس ونائبيه أو في رئاسة الوزراء، هي الآلية التي يتحقق معها العدل ويتحقق معها تكافؤ الفرص بين الجميع، ويتحقق معها أيضا عدم إغفال المناطق أو الجهات الموجودة في ليبيا، فكل يعني يشارك بتزكية من سيمثلهم في الرئاسي مثلا الرئيس أو نائبيه. وكذلك لا نغفل في هذه الآلية أن الذي سيخرج من هذه التزكيات هو سيمثل ليبيا ككل، ولن يتحدث باسم جهة سواء كانت شرق أو غرب أو كذا. فأي آلية توصلنا إلى هذا الأمر هي آلية محل ترحيب من الأعضاء دون التحديد، يعني هي الأرجح، لأن ما ذكرناه يتحقق في الآلية الثانية بنسبة كبيرة جدا، ويتحقق في آلية أخرى هي آلية القوائم أيضا يتحقق في هذا الأمر، ولكن آلية القائمة يعني مع أنها في عندها مزايا أيضا للانسجام بين الكذا، ولكن أنا أراها بعيدة حقيقة، ولذلك الأعضاء أغلبهم يشيروا إلى هذه الآلية أن هي التي تتحقق في هذا الأمر دون تعرض لذكرها بالنص في البيان.